من البوابة سبورت قالت أن صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي حصل على المرتبة السادسة في قائمة أفضل 10 مهاجمين على مستوى العالم وفقا لتصنيف مجلة 442 البريطانية. أشار تقرير المجلة أن محمد صلاح بيتميز بالسرعة وبالفعالية الهجومية الكبيرة في الثلث الأخير من الملعب، وتم تشبيهه بالنجم الهولندي أرين روبن في عصره الذهبي. احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي كمان نجم برشلونة المرتبة الأولى، وجه بعديه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وبعد كده أنتوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد. وكمان قالت المجلة أن التصنيف تم وفقا للمهاجمين اللي بيلعبوا في مركز الجناح أو دور المهاجم الثاني، وده اللي خلاها طبعا تخلو من القائمة دي تخلو من العديد من اللعيبة الكبار زي كريستيانو رونالدو ولويس سواريز وهاري كين، واللي طبعا بيلعبوا في مركز المهاجم الصريح.